القطار تروي. مرحبا يا رفاق. أوه، حفلة، يبدو هذا ممتعاً. هاي، جو يحضر البيتزا للجميع. هذا رائع. أوه، جو احترف. أعرف أنك منزعج جو، لكنها ليست إلا بيتزا. سنجد حلاً، لا تقلق. أخبرنا تروي، هل يمكنك بناء مركبة جديدة للمساعدة؟ ممتاز، لننطلق ونقابل صديقنا الجديد. مرحبا تيدي، نحتاج الكثير من البيتزا للحفلة. هل لديك أي مركبة يمكنها المساعدة؟ هذه أخبار رائعة، لنبدأ العمل. أي مركبة سنقوم ببنائها؟ ما رأيك بهذا؟ ممتاز. حسناً تروي، لنعود إلى الحفلة. مرحباً جميعاً، لقد عدنا وأحضرنا معنا من يساعدكم. لا تغضب جو، سنأكل جميعنا بعد قليل. لنقم بإنزال القطع أولاً. إنه صانع البيتزا، مذهل. هذا غريب، ما المشكلة؟ هل نسينا شيئاً؟ بالتأكيد، يحتاج قطعة البيتزا. هذا كل ما في الأمر. مرحباً، سعيدون بمقابلتك. ما اسمك يا صانع البيتزا؟ كارلو؟ أهلاً بك في مدينة السيارات كارلو. تروي، كارلو يمكنه صنع البيتزا. كارلو، لدينا مهمة لك، هل يمكنك المساعدة؟ ممتاز، لنبدأ العمل. يم، أنت محق، البيتزا تبدو مشهية. أناناس، كيف عرفت أنها فاكهة جو المفضلة؟ لقد أنقذتنا اليوم،
أحسنت عملاً كارلو، لقد قمت بعمل رائع اليوم أيضاً تروي. نراك في المرة القادمة. وداعاً أصدقائي. القطار تروي. إنه يوم جميل للتنزه، أليس كذلك تروي؟ أوه عزيزي تروي، الطريق خطر جداً للقيادة. يبدو أن ستيف وبيلي لم يتمكنا بعد من تجهيزه بسبب نفاذ الأسمنت. هل بإمكان أي منكما خلط الأسمنت؟ أنت محق تروي، نحتاج أن نذهب إلى مدينة السيارات ونطلب مساعدة أحد الأصدقاء. لا تقلقا بيلي وستيف، سنعود سريعاً. حسناً تروي، لنذهب للبحث عن صديق جديد يمكنه خلط الأسمنت. انظر إلى هذه الصناديق تروي، في داخلها قطع لبناء عربات جديدة. أي العربات يمكنها عمل الأسمنت؟ سيارة السباق؟ شاحنة الجر؟ خلاط الأسمنت؟ فكرة جيدة، خلاط الأسمنت هو ما نحتاجه فعلاً. إنه في طريقه إليك تروي. دعنا نعود للطريق لنغلق كل التصدعات. حسناً تروي، لنقوم بتجميعه الآن، لكن نحتاج أن ننزل القطع أولاً. واو، أوشكنا على الانتهاء. مرحباً يا خلاط الأسمنت، سعيدون بمقابلتك. ما اسمك؟ كريستوفر؟ أهلاً بك في مدينة السيارات كريستوفر. تروي، كريستوفر يستعمل خلاطه لعمل الأسمنت. كريستوفر، نحتاج مساعدتك، لقد نفذ الأسمنت لدينا ونحتاج المزيد للانتهاء من الطريق. هل يمكنك عمل بعض الأسمنت لنا؟ حسناً كريستوفر، هل يمكنك مساعدة بيلي وستيف لتجهيز الطريق؟ واو، هذا مدهش. الآن على ستيف أن يقوم بتسوية الطريق فقط.
أحسنتم جميعاً! الطريق يبدو رائعاً! شكراً لمساعدتك كريستوفر! نراك لاحقاً! وداعاً أصدقائي! نراكم في المرة القادمة! مرحباً تروي! ذاهب لمكان مميز! أوه! حفلة يوم أب لتيدي! هذا رائع! هل ينقصنا شيء؟ كعك بالتأكيد! فكرة رائعة! لنذهب ونرى تيدي! مرحبا تيدي! هل يمكنك مساعدة تروي؟ إنه يحتاج كعكاً من أجل شيء ما. أي مركبة ستختار؟ كيري بالتأكيد! شكراً لمساعدتك لنا تيدي! نراك في المحطة! لماذا؟ تروي يحتاج مساعدتك في شيء هناك لاحقاً! تيدي لم يأتي بعد! تروي ما زال يحتاج شيئاً للحفلة! مرحبا كيري، هل يمكنك خبز بعض الكعك لنا؟ إنهم في الخبز الآن. أحسنت عملا كيري، تعتقدين أنه يمكنك عمل المزيد؟ أحسنت عملا كيري. توني انتظر حتى يصل تيدي هنا. حسنا لنذهب ونحضر تيدي. من فضلك تيدي، تروي يحتاجك. هل يمكنك القدوم لمساعدته في المحطة؟ يوم أب سعيد تيدي. أنت
مرحب الجميع في بلدة القطارات. لقد ساعدت كل قطار هنا بطريقة أو بأخرى. نعم، يمكنك الحصول على بعض الكعك الآن توني. أنت محق، حان وقت عودة كيري. نراك لاحقا كيري، شكرا لمساعدتك. حسناً، استمتعوا بحفلة عيد الأب جميعاً. القطار تروي. مرحباً تروي، تقضي وقتاً ممتعاً؟ واو، ما أجمل هذه الحركة. عزيزي تروي، يبدو وكأن صديقنا بن في مشكلة. ماذا بإمكاننا أن نفعل؟ أنت محق تروي، نحتاج إلى مركبة لتساعدنا في إزالة التراب والحطب الثقيل. لا يوجد أي مركبة في مدينة السيارات يمكنها فعل ذلك. فكرة رائعة تروي، دعنا نجد مركبة جديدة يمكنها مساعدتنا في ذلك. ممتاز، نحن جاهزون للذهاب لإحضار صديقنا الجديد. انظر إلى هذه الصناديق تروي، يوجد مركبة مختلفة في كل صندوق منهم. أيهم سيساعدنا في إزالة الحطب تروي؟ هل أنت واثق أن سيارة الإسعاف يمكنها تنظيف الحقل تروي؟ لا، أنت محق، دعنا نبحث في صندوق آخر. تعتقد أن الحفارة يمكنها فعل ذلك؟ دعنا نأخذه إلى الحقل ونفحص ذلك. انتبه تروي، إنه قادم. حسناً تروي، دعنا نذهب. مرحباً بن، انظر، لقد حضر تروي لمساعدتك. دعنا نقوم بإنزال الحمولة أولاً. ماذا ينقصنا تروي؟ بالتأكيد ينقصه الجاروف. أوه صديقي، إنه جاهز الآن.
مرحبا يا حفارة، يسعدنا مقابلتك. ما اسمك؟ إتجار. مرحبا بك في مدينة السيارات إتجار. تروي، وظيفة إتجار هي إزاحة الحطب الثقيل والتراب. إتجار، أنا وتروي لدينا مهمة لك. الجرار بن يحتاج مساعدتك في تنظيف الحقل. هل تعتقد أنه بإمكانك فعل ذلك؟ استعمل جاروفك في التقاط أي شيء يعترض طريقك. بقي هناك القليل من الحطب هنا وهناك. هناك واحدة أخرى إتجار، هل تستطيع إخراجه من الحقل إتجار؟ يبدو ثقيلاً جداً إتجار، تستطيع أن تفعلها. واو، شكراً جزيلاً إتجار. الآن يستطيع بن أن يقوم بعمله. وداعاً إتجار، نراك لاحقاً. وداعاً أصدقائي، نراكم في المرة القادمة. القطار تروي. مرحباً تروي، إنه يوم جميل لزيارة القرية، أليس كذلك؟ ماذا يفعل هذا هنا تروي؟ يقول إتجار إن هذا الرمل تساقط في موقع البناء. نحتاج مركبة لنقل هذه الأتربة والرمال من هنا. كيف يمكننا إحضار المركبة؟ أنت محق تروي، علينا الذهاب إلى مدينة السيارات وإحضار مركبة جديدة لتساعدنا. ممتاز، نحن جاهزون لإحضار صديقنا الجديد. انظر إلى هذه الصناديق تروي، كل واحد منهم يحتوي على مركبة مختلفة. أيهم سيساعدنا في حل المشكلة تروي؟ هل أنت متأكد أن شاحنة القمامة يمكنها نقل الرمال التي يحتاجها إتجار إلى المكان المناسب تروي؟ لا، أنت محق، دعنا نفحص صندوقاً آخر. تعتقد أن شاحنة التفريغ يمكنها فعل ذلك؟ دعنا نأخذها إلى القرية ونقوم بفحص ذلك. انتبه تروي، إنه على وشك الوصول إليك. حسناً، هيا بنا. إتجار، هاي إتجار، انظر من أتى لمساعدتنا. دعنا نقوم بتفريغ الحمولة أولاً. هل نسينا شيئاً تروي؟ بالتأكيد، إنه يحتاج حاوية التفريغ. واو، إنه جاهز الآن. مرحباً يا شاحنة التفريغ، سعيدون لرؤيتك. ما اسمك؟ إيثان؟ أهلاً بك في مدينة السيارات إيثان. تروي، إتجار، وظيفة إيثان هي حمل الأشياء الثقيلة في وعائه. إيثان، لدينا مهمة لك. يوجد هنا الكثير من الرمل الذي نحتاج أن ننقله إلى موقع البناء.
إيدجر، لو قمت بجرف الرمل إلى وعائه فسيقوم بنقله إلى موقع البناء. أحسنتما عملاً إيثان وإيدجر. حسناً، أحسنت صنعاً. تروي محق، حان الوقت لنقل كل هذه الرمال إلى موقع البناء إيثان. دعنا نذهب. هذا هو المكان إيثان، قم بتفريغة الرمال لتعبئة الحفرة. واو، شكرا جزيلا إيثان، كان هذا رائعا. وداعا إيثان، نراك لاحقا. وداعاً أصدقائي، نراكم في المرة القادمة.